باسم دماء الشهداء التي سالت على طريق الحق، باسمنا وباسم الثوار الصامدين في سوح الثورة، السلام عليكم. هذه رسالة تأكيد في هذه الأيام العصيبة التي تمر على بلدنا العزيز والعالم بموضوعة جائحة كورونا التي تحارب البشرية جمعاء، وبدل أن تنشغل هذه الأحزاب الفاسدة بإنقاذ أرواح العوائل العراقية صحيا وتقديم الدعم المادي لهم لمواجهة آفة الجوع التي حلت بهم بسبب حظر التجوال، تنشغل وتستمر هذه الطغمة الفاسدة الجاثمة على صدور شعبنا العراقي بالمماطلة والتسويف، وتستمر محاولات طرح أسماء فاسدة وعميلة لتولي منصب رئيس الوزراء المؤقت. ولما سبق نؤكد نحن الثوار الصامدين في ساحة التحرير على التمسك بالمواصفات التي اشترطناها سابقا، المواصفات التي اشترطنا توافرها في المرشح المؤقت لمنصب رئيس الوزراء، ونعلن براءتنا من المتاجرين بدماء الشهداء من المهللين لمرشحي السفارات، ونحذر كتل الفساد من تمرير أي مرشح جدلي لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة. كذلك نحذر من الانصياع لتدخلات الدول العالمية والإقليمية في شأن العراق الداخلي. لن نرضى بتمرير أي مرشح إلا إذا كان عراقيا خالصا غير جدلي وتنطبق عليه المواصفات المعلنة سابقا. كفاكم مماطلة وتسويف، كفاكم محاصصة والغساد، استمعوا لصوت الشعب ولا تدفعوا بالوطن إلى الهاوية. مخيمات الثوار الصامدين في ساحة التحرير 6/4/2020. عاش العراق! عاش العراق!